سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، ولا ليال وعين خطبة دين يا رأى كنت المام نيشم عيارة أما نذي الفضل قائل لا ذهي يين يتعي أما نذو خلقيا دقن إلهي سبحانه وتعالى وكم أن يستعدوميه صالحين تا يددك إلهي سجل وعلى دريقي سمري اللهنا سبحانه وتعالى رالي وكيهي ويقوه ريان أنبيضه عليهم الصلاة والسلام. أما نذو ولا ليال وحي قشام يلفر بضن وحان الله ذا يقوم بضن، بل والحياة كلها نلش أردن وأمانوي سدا دراد يذقفك مسلم كي هو قائم بأمانته في مجال الحياة، وقف أمانتي سكصبحة رما قوبها نلش أردن نفتين وأمانه إلهي با سبحانه وتعالى أمانه إنك قدقي حبنه أنه أمانه إلهي سبحانه وتعالى أمانه وكركي نصاري وي وحانه إلهي ونفرين نلعلنه نفتين إلي نظهرنه وإنك ظهرنا عبسد إلهي يا أوامر إقاذ الشد أوامر تيس يفلين تطاعاتك يا عباداتك إلهي سبحانه وتعالى إنه قفك نفتيس الظهره. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وحلي باني قفك نفتي سطهرة وحهوقي قفك نفتي سدلية. نبينا عليه الصلاة والسلام وحكم ذا دعويك كدعي سنجري، وزكها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نبي نوح رجل عليه الصلاة والسلام إله النفط إذا عبسد إذا يقو أرزاق أو نفط إذا طهر أو دور أو نظيف حمهنك النظيف إيا معاصد إيا دنسك إيا الريبان إلهي طاعة صلى الله بيرا أذيك آياء وخير بدن عد نظيف سه ساس النبي كدو عيسان شري عليه الصلاة والسلام تزقية النفوس يقف نفتي سين طهرة وأمانة في عنقه حبنه سوى أمانة وإنه كإلالية إنه حبنه سوى أديق وحان الله رالك أهين قعمه سين كتابته وحان رب رالك أهين شريعة دنانا يبنين إنه سين كأيقن من إلهي ونعبي أي جل وعلا إنه سين دوره إلالية. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعد قتر على رقم مؤمنين تأينيهن لابا حبنهن تران كان دورا سدا سايدين ظهرناني النظافة بدر دمر كمؤمنات كان وعد قتر على حبنهن دورا إنديهن لابا حبنهن أي حبنهن تران كان إلالية أو كإلالية حرام. قف كمؤمن كا حبنه سو قيامها وأقار وحوي أما ويأمر خاتفوري الروحة أما ويكون مرخاتفوري دونان. إلى إبانا قرآن كي نقول شيئا يوم تشهد عليهم أرجلهم
مانتاي كومر خاتي فريان لغوها ذي قعمها ذي عرب ذاتو مركز سيارن دوران لما شهدتم علينا معاينا كومر خاتي فرتين قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وحيارنا ينحبنه وحنك الدواتشي إله الشيء والبمانتك الدواتشي جل في علاه سيدادران دي أيها الإخوان في الله ولا ليال نفتين أي جسد كين أي حبنه نوى أمانه إلى عين قيامها وإنك لحساب تميا حدين خربنا خراب بين الله نحي حدين وناشننا وناك بين الله نحي وحكم إذا مجالات كي يقوبها أمانة وبدكا قي أوريد أدوى أمانه إلهي سبحانه وتعالى أذيكو كراحي وحانو إيجا يا صداد كياش إلهي نوحو إنا فري نفيني نفاعي الكينين النار كبدباد إنه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كو إلهي الرسول كيسر ما ييو نفينا النار ككريال أبو إلهي رعال سبحانه وتعالى إيه الكين نبع نفتي النفاع أبتكين يوريهن وأمانه ولأجل هذا بشريعة أمرتي روح مركو قورو فارو ميسته أو قورو قلب قاته شرعي الإسلام قوات المامي نبي قنوة النستيحي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها أو لجمالها أو لحسبها أو لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ونبي قولي صلى الله عليه وسلم قبل دافر بالله قرصة مالك هذا والله قرصة أما قروح الله ذهب بالله قرصة أما حسبية قبيل ونكسنة كدلت بالله قرصة أما الدين إلهي وكم من يستيب بالله قرصة تدين تلت دوربا النبي قولي عليه الصلاة والسلام كقولي ستا واسانك أهرية التربية ذوبت كاغا يا أمانة ذوبت كاغو هل كوري سيكا بلا مسوي إن ذو مال ديدا مركا هوري أوله يفي عن الدونتا وأمانة أمانة ذاينات كصوب حلال الدونية إلهي مركو كوكو أرزاق أوبت إلهي وكسية دلان يعرور أمانة إلهي كعانتا ذا قلي وهي تربية ذو ذا عيال لكوكو آميني أمانة ذاينات قدتا عيال الربا وأتربية ذيسو سدا ودد الله سبحانه وتعالى نفتيني النفائر كنين النار ككري الله إن أمري وحنو نبي نور عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لما أنت وحبا الله يدين دري لما أنت نوح الله دري والله ويدين يا والرجل راع في الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته نك وح الله دري رير كيسة وانا اللي ويدين يا رير كيسة قيامها ولا سؤال دونا ميو ضيعي أمانة ذا مسوح ويا أمانة ذا وقتي وصدي للربي أيه قتي أو تربية ذي وبتكاغ وين أدخن تبرتا والدين تبرتا وددني ماذا إيا خلق سليم كي قويم كي تنسنات برتا إلهي لا تكوحدا وأمانة دشاد سارا ما هدل وكدقاق أو هدل أو تربية ذي مروان عبد الملك بن مروان رحمه الله أمير المؤمنين أي أبد كيس وحوقبت معلم شرع علي الدين تي قرآن كبرة وحكيري علمهم الصدق والخلق السامية قبل أن تعلمهم القرآن انت أنا القرآن كبرين رنت أي أخلاق ذو ناكسن برهرت عرورتا أبد كيغا إيا عرورتا إذو أخلاق وناكسن هبرتان رنتنا هبرتان لأنه برك مال وحين قندونان قواد هذه الأمة كل مدن هو قام لها وبتكا قوينا ضد يارسا سد ومد هرماد قلنا قل لها ين حنانك يا هيدا ومدنا أي أقبا لها ين تبعد مركا كدي بشرع هذا علم جبر يكولي سد سيا هاي دمان تتكي وناك سنة يسلفك صحابتي يتابعين تي يتابع تابعينك سد سيا هاي أيها الإخوان في الله ولا ليال أمانة وحكم ذا قوبها إقشي اللي نقربه إنينو أمانة لنمادنه الأمانة في صلة الرحم حريرين تقرابده وأمانه إلهي دوشينا يالي إنقونا إيقايا إنينو ضيعنا إيقايا كصبحنا ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعشي أمانة إلهي نيمقنقشي
إلهي دبنين كويري ميان الرالكو أهين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك إن حريري عديك حريري صح إن قوي عديك قويسة سيد الرالي ميانتك أهين با إلهي ورحمك يا قرابة كويري سيد النبي قشيك صلى الله عليه وسلم قرابة حريرين تهدوا أمانة أمانة لأينا نصيد وصحصان وصبحنا لدونية إنا نوناك ووطينا ردتكينا يهل كيني يا قرابة لنا إنا نخيرك كسان دب الله كودا قلعته سنو كودا وناكسن قرب استاغنو كودا حنوننو طريق سحراء وشيغنو كودا دباتيسا واحترنو واحتركو الدنيا يا آخر الله ماذا بوايحي واحترك آخرانا كما يمسو واحترك الدنيا روح هذا آخر ذي سهياتيسو وحوين بادو ترتي وحان السيسي وحانو كهلين وحوين العقانو كهلين يا أدو يكستانو كوكوين مركا أمان الله وإلا إلاليو نبي صلى الله عليه وسلم وحو تلمامي أمان الله يعني الرحيمك يقرام هذا حيرين تيدو إن عمري قبرا كيسو وحو نبي قولي عليه الصلاة والسلام روح الربي رزقك الله بلاليو عمري الله دبدقا وعمري قيس الله بركيو وعمري قيسة بشا كمده بلا عمري هذا كلاي ودقنتي كدقنتي معنوه ما هي وحلوه قدر هاي بيدان علماء دوية عمري قيسي ومبا الله بلالين ايا الله بركين ايا مال انتي سقورة ايا مال مبادن كثائر بادن نكي صداك علي فليصل رحمة قرابة دي ساحل ليو ايو نبي قول عليه الصلاة والسلام فليصل رحمة قرابة الله حل ليو رزقي قنا وي واسع سا عمري قنا وي بركي سا وي داري سا سيد النبي قالوا إن هذا ورمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمانة قرابة حيرنتو حتى هذه قرابة كحميان أي كجويان وين القرابة هذا عدو حيرسا وأنا تجويرين عدي كجيسا نبي قلنا مركو كورمي قرابة حيرنتو حيري قرابة حيرنتو ما حيرين أض حيرسا عدي كحيرسا لكن وحويه إن الحيرسا عدي كجيسا وأدو قال حسنا دي وناك سيئات كقابشوا وأدك جهرت معطو قوبها أمانة اللغة بهاية وحكم ذا الأمانة في حسن الجوار جاروانا قو أمانة أيوبهاية وأمانة لنوران شهدتك إيا جارني مدو أمانة أمانة ذا قفك مسلم كي وينو قتو على أحسن الوجه وعلى أحسن القيام سيدا أقو ناكسن إيا سيدا أقو في عنو وينو قصبه وينو شاركي سنبن عرب إيا أدن إيا أفمن وينو كدبن ومد يدو يتانا ويعني تاركيسا كدبين آنا دبين آنا وقتقين وحنو نبي قول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إله با قدارت إيمان سحلما إيمان إيمان توسلما إيمان إله با قدارت صحابة وحنان قد خاب من هو قد خاب وخسر فمن هو في بعض الروايات وهو ذي أوا قول در رئيسته وعي كاسي قال من لا يأمن جاره بوائقه وقف كتاركي سؤان كبد باذن لبات ديسا من لا يأمن جاره بوائقه وقف كآن كنبد قرن تاركي سؤان لبات ديسا سيدا ترادت نبي صلى الله عليه وسلم وحيره ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه وحور نبي عليه الصلاة والسلام جبريل كما زولين إنو شارك إيدر داره إلا أن إسئلي مره ويسبح ليان بو أوران دونا جبريل وإنه شارك إسبح لان أيو صوضا مره سيدا وقوع العلين يي ملك جبريل عليه السلام در داران كأي وناتنتا جيران كأي جارك سيدا درادت حسن الجواركو إيا شار وناتو راد بو كان أولا ليال شار حنوض لاذهي ودوس ما فرشيود أمانا ذكر كاغا سارن ee jaarka kale gudboon aad ka soo baxday ayaa laga yaabaa in Ilaahay sabab uga dhigo hanuunkiisa baad ulama waxay ku wariyeen taariikhda iyo waxa weeye yaacna tarjumaada Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah wuxuu la jaaraha waxa la jaaraha wiil yar oo qalqaali ah oo aan marka aan lahayn yaacna waxa weeye deganaasho badan iyo dhowsan badan marka gobolku dhacay saqada dhexe أبو حنيفة قري يسوع قد كفوري شري دبنا صلاة الليل بوتو كان شري إزعاج يوحكها يي بوق إن كايري يعني أضاعوني وأي فتى أضاعوا في اليومك ليوم كريه وسداد ثقر أيكوا على أنت البيت كه
way dayaceen dadkaygi mani la dayaca ayaan ahay dabeetana markuu muddo ka qayliyey jaarkii baa kaashka tooday dabeetna boliiska xiray abuu xaniifa habeenadii habeenkii u horreeyey buu waayey subaxii markuu waagu bariyuu jaarka kuuri yarkii qaylin jiray maxaa ku dhacay waxaa la yidhi sheekh waa laga ashka toodo waa la xiray boliiskii buu tegey abuu xaniifana waa calam waa nin la yaq waa caan waa dee mashaayikhu dunya markaasaa la yidhi yaa sheekh ninkani waa laga cawday sii daaya ayuu yidhi waa la soo daayay markuu soo kaxeeyey buu ku yidhi ayuhal fataa hal adacnaag miyaanu ku dayacnay haddaba waa digii odhan jiray way dayaceene miyaanu ku dayacnay qaala laa wallaahi yaa sheekh imaydaan dayicin buu yidhi dibda mana qaylo dambe oo leeya looga maqli maayo halkii buu tubta toosan ku qabsaday dariiqada saxdaana uu ku raacay ilaahayna hidaaya uu ku arsaaqay subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed ammaanada jaarka haddaad ka soo baxdo oo si fiican ugu qumto allah subxaana wa tacaala inuu sabab uga dhigaa laga yaabaa waxyaalo badan oo qalloocay inay ku toosaan ammaanada waxaa ka mid a walaalayaal iyo majaalaadka ammaanada alamaana fi lcaysh waalmucaamala maca mujtamacik la noolaanshaha iyo la dhaqanka bulshadaada aada la dhaqmaysaa waa majaal iyo goob ammaano looga baahan yahay waa goob ammaano looga baahan yahay inaana darar iyo dhib kula ula imanin dadkeennu danaha guud ee waxa weeye la wada leeyahay uma yaqaanaan wax la dhowro ama laysku xisaabin doono inay tahay danta guud inaad ka shaqaysaa waa ammaano oo aanad waddooyinka jarin oo aanad waxa weeye waddooyinka aanad kharibin oo danaha guud ee la wada leeyahay iyo hantida ummaddu wada leedahay ka dhexaysa inaad dhankaaga dhowrtaa waa ammaano muhiim jiddan ah weliba waa ammaano qof muslima mooye cid kale aanay ka soo bixi karin oo aanay ku qumi karin marka ammaanadaas waxa weeye waa mid layna saaray oo inaynu ilaalino inu islaaxino ilaahay subxaana wa tacaala inagu faray shareecada nebi maxamedna uu ina amray sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليع وحكم إذا أمانوينك الأمانة في حفظ السر أمانة لغو قطو إلى لين تصير تلغو ديبتي أما هذا السر يكون ديبتي قف شخصي أما هذا السر يكون ديبتي كوحي أما هذا السر دولة ديد أو دولة دي يكون ديبتي سر تلين إلى ليا ومن الأمانة وحنا النبي قولي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل فالتفت qofku hadduu ku warramo oo dabeedna hareeraha u eego waa ammaano baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday ii ilaali kumu odhan cidna ha u sheegin kumu odhan laakiin markuu ku warramayey ayuu labada dhinac iska eegay inay cidi maqlayso waa ammaano adiga uu kugu aaminay hadduu rabo in la dhegaystana muu baa la daymoodeen xadiidka nebiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalam wasaxbihi wasalam ayaa laga qaadanaya markaa sirta in la ilaaliya waa min alamaana xasan albasri raximahu allah wuxuu yidhi maaha khiyaanadu keliya maa laguu dhiibtay ood khiyaamayso ina min acdami alkhiyaana khiyaanada ugu weyn waxaa ka mid ah nin agtiisa aanu ku xasilnay oonu agtiisa sir ku sheegnay oo dabeedna na dhegaystay dabeedna kacay oo faafiyey baa khiyaanaadka la galo kuwa ugu waaweyn ka mid ah sidaa daraaddeed sirta in la ilaaliya waa min alamaana wixii adigi iyo shaqsi si gaara idiin dhexmaray waa inaad ilaaliso shaqsigaasi zawjadaada allaha ka yeelee wuxuu idin dhexmar waa inaad cidna u sheegin bal nebigu asraara zawjiya sirta markaa xaasnimo rasuulku waa sii adkeeyey sala allahu calayhi wasalam oo nebigu wuxuu yidhi waxaa dad ugu shar badan nin gabadhiisa u galmooday ama u dhowaadayadna u soo dhowaatay dabeedna subaxii ka warramay wixii reerkiisa dhex maray waa sharunaas waana dayaca ammaanada la dayaco kuwa ugu waaweyn buu ka mid yahay sidaa daraaddeed sirta inaad ilaalisaa waa min alamaana innagana maanta waxyaalaha inoogu daran kuwaasaa ka mid a waxaad arkaysaa ruux dhan oo mas-uul ahaa oo ummaddan masiirkeeda gacanta ku hayay oo intaa uu xilka hayana qof waxa weeye markaa foojigan yacnaa u ahna waxa weeye markaa ah
marka uu ka tagana waxa laala wuxuu dhawri jiray dib u sheega isagoo dilka ka dhiganaya mucaarid baan noqday xasanad baan leeyahay xisbi mucaaridan ku jira dawladdana waxa mucaaridka loogu sameeyay in la dhaliilo oo waxa weeye la sheega dhaliisheeda waa inaad kala garataa wixii sir ahaan lagugu dhiibay ee lagugu aaminay ee adiga ilaahay subxaana wa tacaala markaati kaaga adiga idi dhex maray madaxdaada iyo waxaa waxa weeye marka aan sirta ahayn waa inay ku kala soconaadaan maaha mucaaradnimadu inaad ummadda masiirkeedii dhammaa dib uga sheekayso ood waxa weeye dib u lumiso waa min alamaana xifdu sir amaanada ayay ka mid tahay waana arrin aad iyo aada u muhiima waxyaalaha aakhiru zamaanka la laalayana xifdu sirta ayaa ka mid a oo waxa weeye tafashi alasraar asraartu inay faafto ayay imanaysaa bal wax qof si dadban kuugu sheegay ayaan la faafinin mithaal qura ayaan rabaa inaan soo qaato oo dadkii wanaagsanaa ah si aynu u garano walaalayaal qiimaha ay leedahay sirta oo la ilaaliyaa waxaa abuubakar asidiiq radi allahu canh baa wuxuu yidhi cumar ibn khaaab cuhmaan ibni cafaan baa iga soo horbaxay markaasaan inantayda xabsa u bandhigay markii la furay ku ihi xabsa aan kuu dhiso cuhmaanow cuhmaan waan ka soo fikirayaa buu igu yidhi buu dhi dabeetana maan waxa weeye sugine abuubakar baan haddana u bandhigay ayuu yidhi abuubakar wuu iga aamusay diida iyo haye midna imu odhan cuhmaan baa igu soo noqda wuxuu yidhi arrinkaygii markaan dib u eegay inaanan baryahan guursan ayaa ii soo baxday dib waxba umaan arag buu yihi cumar ibnu khadaab laakiin abuubakar baan ka cadhooday saan abuubakar uga cadhooday cuhmaanka ii diiday ugamaan cadhon ayuu yidhi maalin dambe ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam u soo geed fadhiistay xabsa xabse waa la siiyo labaduu u bandhigay oo mid ka khayr badan ayaa ilaahay u keenay oo nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasuu abuubakar ila kulmay wuxuu igu yidhi waxaa laga yaabaa cumarow inaad ii cadhootay nacam aad baan kuugu cadhooday ayaan idhi buu dhi waxaan maqlay buu dhi xabsa rasuulka ilaahay oo hadal haya manaan rabin sirta nebiga inaan kuu sheego hadduu nebi maxamed ka noqon lahaana wallaahi anaad guursan lahaa ayuu yidhi laakiin waxaan eegaayay inta arrinka nebigu dhinac u dhacaya calayhi salaatu wasalaam inaad kuu sheegana maan doonahayn hadda rasuulkuna ma odhan cidna ha u sheegin oo taa ma u sheegin saxaabigu laakiin wuxuu ka fahmay maadaamuu nebigu la soo qaaday isaga sal allahu calayhi wasalam inaanay ma'duun u ahayn oona la ogolayn inuu cid kale u sheego haa ulaa hum asaxaaba wa haa ulaa hum salaf waa kuwaa dadkii wanaagsanaa ee ku dayda layna yidhi fa in aamanuu bimidli maa aamantum bihi faqad ihtadow wa in tawallow fa innamaa hum fii shiqaaq iimaankooda ayaa iimaankeenna lagu qiyaasaya walaalayaal dariiqooda ayaa dariiqayn marna lagu qiyaasaya waxaa ka mid a majaalaadka ammaanadu gasho inaad ammaano u yeelato maalka lagu dhiibo iyo cidda aad la shaqaynayso yacna waxa weeye camalkiisa oo cidda aad la shaqayso aanad ka sheekaynin ganacsigiisa aanad cidda uga warramin dukaanka anigu aan joogo maalintii intaasaa soo hoyata ma dukaanka anigu aan joogo kastamarka ku xidhani waa intaa qiimaha annagu nooca waxaasaanu siinaa waxyaalahaasi maadaamoonay maaduun ku ahayn saaxiibulmaxalliyo qofka meesha lihina aanu ku idmin wixii laguu diray ku ekow iibi oo soo iibi hadday tahay shaqadaadu intaa keliya ku ekow mithaal waaxid baan ku siinayaa mubaarak cabdillaahi ibnu mubaarak aabihii addoon ayuu ahaa wuxuu ka shaqayn jiray beer dabeetana ninkii beerta lahaa markii sanad uu u shaqaynayay ayuu beertiisii ku casuumay dad dabeetna wuxuu yidhi rumaan macaan noo soo gur rumaanka geedku xabad ka soo gooyaaba mid dhanaan buu noqdaa warkani waa dhanaane mid macaan soo go ku kaluu keenaababa ka sii daraya kii hore markii dambe uu yaadhay wuxuu ku yidhi sanad baad beerta joogtee geedka macaan iyo geedka dhanaan miyaad kala garanayn markaasuu yidhi maya ma kala garanayo markaasuu yidhi xaggee caqliga ka gelaysaa taasi kayf maxaad ka shaqaysaa hadda aniga beerta ii ilaali baad itidee ii dhadhami geedaha imaad odhan ayuu yidhi geedaha dhadhami oo waxa weeye xabad xabad u kale eeg de imaad dirin beertaa ilaali oo ammaanada ha lagugu yimaado ayaa ballankeennu ahaa markaasuu yidhi ma waxaad iga dhaadhicinaysaa weliga xabad rumaana maan goosano maan dhadhamin markaasuu yidhi nacam wuu ku qanci waayo jaarkii buu rumaystay ayuu waraystay waxay yidhaahdeen wallaahi inaanaan weli arag isagoo xabad rumaana geedka goynaya maalintii dambe ayaa waxa weeye uu ku soo noqday wuxuu yidhi mubaarigow waan kula tashanayaa fastuqni alqowm waan kula tashanayaaye laakiin runta iiga sheeg waxaan kaala tashanayo inan qudhaan wax adduunyaa leh inan qudha wax ubad inan baan leh inanta inaan guuriyaan doonaya yaan u guuriya
وحول يهودي وحي دادك اغو قوري ساحوله كريستانة دادك وحي اغو قوري عمال جمال يقرح عربينا دادك وحي اغو قوري ساحسب يقبيل مسلمين تردك وحي اغو قوري عمال كعبس يدو صنان اذيقو افرتاك اتهي دب السؤال ايو افرتا صمت مرك اغو قوري عمال افرتا نوعنا ولوك اغو قوري عمال والله لا أزوجها إلا على التقوى وطاعة الله عز وجل والله إن الله كعبسي قال لي طاعني سموي وحكى لك قرن بول مناركو إدكا الله كعبسي بدن وكاطاع بدن لقب لابا ما أنت حرباتاي إن أنت إذن وانكو قرن مبارك أما أنا بستان لو ديبتاي وصدا دي وغصا بحي وحي دحل سيسي كما دي بستان كدحلي سي بستان كبينو دحلو لما دي بينو سكو قاتو أصغو حبات رمان أفكي سكن دوري ba waxay gacanta u soo galay jamee rumanaadkii beerta oo dhami asaga ayuu gacanta u soo galay halaal meeradka waxa ka dhashay abdullahi ibn al mubarak aalim kiweena aalim marwa ninki waxa weeye la garanayo fadligiisa kana yujahidu sana wayuhu hujju sana sanana wa haj jiray sanana jihad ka yugri jiray abdullahi mubarak rahimahu allah rahmatan wasi'a harun rashid amirki abbasiyinta ayaa marwa yimid iyadoo lagu xoomay oo dadku dhageysanayaan ayaa waxa soo galay magaalada Cabdullaahi ibn Mubaarak isani baan dhigta u saaray inuu Cabdullaahi joogo caalimkii marwi ninki baa dhaqaaqay ku kala waydiyey maxaa loo dhaqaaqay isna waa loo sheegay isna waa dhaqaaqay xabad xabad baa loo gurmay amirkuna uu hadlayaa madaxweynihii dalku xabad xabad baa looga dhaqaaqay gegi cidlaa buu soo istaagay gabadhiisu waxay ku tiri war ninka la inooga dareeray waayo وحروا عبد الله بن مبارك وعالمك الدنيا مركا سيتر والله إنه هو الأمير حقا كاسان أمير دبا إنه تانو ومعمل وحوغ يتشوب نكا دبتي أمير كدبتي كاسوي نكا قيمها له أيا كدسي حلال ميرد كي مبارك حتى الحلال ميرد نقطه وصاحب الأمان نقطه ومالك اللغودي بي حنتيد اللغودي بآلي لاليسو وحاوبت كاغو نقون دونان كو يونو عاصي وكلا وفرت الله في قيادة الدونتا وأمد أنفع الدنيا آخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضى هذا الجلال والإكرام اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين اللهم إنا بالبلاد والعباد من الدنك والجوع والعطش ما نشكو إلا إليك اللهم إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مضرارا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اجعلنا على نعمائك من الشاكرين وعلى قضائك من الصابرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا ورجالنا وشبابنا وشيوخنا وقيادتنا وقادتنا ورؤساءنا ووزراءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح بلادنا يا رب العالمين وطهره من الغش والخيانة والسوء وأخلاق السوء يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاً وصائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرك